اكتفى فريق مولوديات مراكش لكرة القدم بنتيجة التعادل السلبي بميدانه أمام ضيفه نجم أنزا في المباراة التي جمعت الطرفين زوال اليوم الأحد بملعب الحارس لحساب الدور 26 من القسم الثاني هو شطر الجنوب. ولم ترق المباراة إلى المستوى المنشود وبدا اللاعبون متأثرين بحرارة الجو وسوء أرضية الملعب فيما غابت فرص التهديف خلال الشوط الأول. وفي الشوط الثاني حاول المولوجي الوصول إلى مرمى نجم أنزا غير أن لاعبوه لم يتمكنوا من تحويل الفرص القليلة التي أتيحت لهم إلى أهداف ليستمر التعادل السلبي بين الطرفين إلى نهاية المباراة. وفيما يلي تصريح لمدرب المولوجي حسن عويدات: المقابلة دازت تقريبا كان مستوى متكافئ لك ولك. بالنسبة لنا احنا في الشوط الثاني كنا تقريبا متقاربين في كل شيء. بالنسبة للشوط الثاني خلقنا جوج ديال الفرص اللي زيانا واللي كانوا في تقريبا في المقابله اللي مشينا راسنا راس الحارس وزيناهم، وهذا راجع للتاثير ديال تقريبا ديال الخصم. هو تيرجع جا باش يدي نقطه حيت اللي ما يخسر، والنقطه الثانيه هو انه كاينه حراره اللي هي اثرت على جميع كاع المهمات ديال كره القدم، لا فيزيك ولا تكنيك. اللعبه ولاو في واحد الوقت غاديين بهذه الحراره والملعب يعني كمل داكشي اللي خاص. شحال من واحد انت شتي شحال من واحد سرق ليه سبات، شحال من واحد دار السبات ديالو في الماء، وهذا هذا هو المشكل. لانه باش تلعب في 12 نهار ماشي سهله وفي وسط مراكش، يعني مع الساعه اللي تزات يعني لعبنا في الوحده هي 12 ديال النهار، 12 نهار مشينا حتى للجوج، يعني الوقت فاش كاينه الحراره في مراكش هذا هو اسمه. نتمنوا ان شاء الله هادشي اللي المقابلات اللي جاو تكونوا احسن، هذا هو، ونكملوا في الكلاس احسن، هذا هو. وشكرا سيدي.